كل عام وانتم بألف خير، كل عام ومشاهدين شاشة زاكروس بألف خير. أعاد الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. اليوم احنا متواجدين في منطقة العظمية، هذه المنطقة العتيقة بأهلها وناسها. اليوم احنا بين أهلنا وناسنا ها في هذه المنطقة. خليكم ويانا ناخذكم جولة، جولة العيد، هاي جولة خاصة بين أهلنا. السلام عليكم. ألف عافية أول شيء. تفضلوا ويانا. رحم الله والله العظيم. كلامته بخير. كلامته بخير وصحة وسلامة. شلونك شو أخبارك؟ الله يبارك فيك حبيبي. شلون العيد وياك؟ والله بخير نعمة. نعمة. وين طلعت ما طلعت؟ والله زرنا موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. وجينا طلعنا وتمشينا والحمد لله وشكرا على أمان وجيد. أنت أصدقائك أقربائك. 100% عشان شلون؟ شلون تشوف اليوم العيد يعني على أجواء العيد؟ والله رحمة. اختلاف هواية. اختلاف هواية عن الأعياد ذيك الوقت. نعمة وأمان واستقرار. ربي يحفظك. عيد علينا بالصحة والأمان. ربي يحفظك. كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير حبيبي. نزلت. أنت بخير. والله كباب خير. ومعلان. إن شاء الله. ألف عافية. تفضل يانا. ألف عافية. شو العيد ويانا؟ والله الحمد لله خير وبركة. والله إن شاء الله أمان وماكو شيء. ونعمة خير وبركة. ربي يحفظك حبيب قلبي. الله يسلمك ويحفظك جميع. شكرا جزيلا. أنت الراجل من العيد شلونك؟ بخير. إيه راجل من العيد؟ لا ما ضايج من العيد بس انت عبالك يعني العيد فد شيء يعني هو كل سنه وعيد رب العالمين هذا الحمد لله وجهك براح الحمد لله جور عيد عيد الصيام ان شاء الله وان شاء الله الله يتقبل من يمنا ومن يمنا عندك شخص زعلان عليك عائلتي لا كلهم اصدقاء وما عنده واحد زعلان بس كلها عائلتها يعني الحمد لله صديق ولا عدو واحد الحمد لله كل عام وانت بخير وسهلا بيك الله يخليك ما زلنا مستمرين خلينا نروح دول الشباب هنا السلام عليكم شلونكم شباب خلينا نقدمكم كل عام وانت بخير صحة وسلامة الله بالعافية شو اخبارك الله يسلمك الحمد لله انت شلون عيدك احوالك الحمد لله بخير وانت عيد وياك الحمد لله كل زين اليوم انت جاي هنا نزلت اكل وكلت وين رحت اول شيء بالعيد والله رحنا زرنا اول شيء كملنا فقنا شوية وصلينا وجينا هنا قبل عيدية تاخذ عيدية والله هو حسب شيء يجي من الله نعم والله تاخذ عيدية ان شاء الله الحمد لله تاخذ عيدية قد اخذ عيدية والله من الوالد 50 خير وبركة خير الحمد لله هنا صاني يمكن كلهم فد 150-200 هيك وين راح تروح العيد؟ والله للملاعب المنتزه نشوف لنا نزوق هذا انت كم منطقة من يوم السنة جاي تاكل انت ان شاء الله اليوم يعني يوم خلص ان شاء الله اي الحمد لله بس راح ترجع على البيت ان شاء الله؟ اي ربي يحفظك كل عام وانت بخير انت بخير صحة وسلامة شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك شلون العيد وياك؟ زين انت مبين عليك العيد اليوم رحت عايد اول واحد من عايد ابويا بعد بس ابويا وامي ما عايد اي واحد قفلت الجهاز عندك واحد زعلان عليك بالعيد لا واحد شنو هذا الواحد شبيه شو صالح لا اخي يولي بعد خلي يولي تحب صالح على شاشتنا لا اخي يولي والله ايش قد سنه عيديه واحد 45 شو قليل نعم من الله احسن من ماكو كل عام انت بخير شلونك صديقي؟ الحمد لله بخير الف خير حياك اسولف وياك شو بعدكم ماكل؟ تونا نزلنا والله شلون العيد وياك؟ الحمد لله كلش حلو وين رحت وين جيت؟ هو ويا الوليد رحنا زرنا ورجعنا هسه جاي ناكل وان شاء الله نرجع البيت كم دخلت عيدية؟ 50 اي دخل نازل هو ما معيد احد بس امي وابوي طلعنا ايه طلعنا من وقت ما ضل انا والله معكم عايد يعني ايه والكل ان شاء الله هسه بدنا ارجع اول واحد عايد من بعيد عايد امه ايه بعد وراها ابوي اخ ابوك هو من كل واحد 25 50 ايه امه اخوالك ولا لا ما ولا شايفهم معكم جامع ايه شلون اجواء العيد الحمد لله كلش حلوه ونفس اليوم ايه الحمد لله باكر وين تطلع والله بعدنا ما مقررين شوف انا والوليد شو رتب والله ان شاء الله حبيبي انت بخير وانت بألف خير حياتي ما زلنا مستمرين وياكم بعوائلنا الكريمه هنا نروح لاحد الاشخاص السلام عليكم شو كابتن الله يسعدك يومك سعيد كل عام وانت بخير موفقين صحه وسلامه الله يخليك شلون العيد وياك والله نعمه الحمد لله والشكر روح حلوه والله طيبين العراقيين طيبين شلون تشوف اليوم الجو العيد يعني عيال سابقا مالتي صراحة أنا أحب الصراحة أي إحنا عيد عن عيد ينزل ما يصعد ليش؟ ما أعرف الوضعية شوية صعبة أوائل العراقي مثلاً صلة الرحم هي الصلة موجودة يعني أول يوم للأقارب
ثاني يوم يعني عالية، يطلعون مولات، يطلعون مدرسة ألعاب، يطلعون هاي تدري، فأنت مقبلينها على أجواء امتحانات، فالعالم الجبجبة بالبيت قاعد. شو عايز على قبرك زعلان؟ لا ما خلي حد يزعل علي. تزعل عليه؟ لا أنت بخير. ألفة تونت ألف. شو زعلان عليه وقاعد جالس الميز؟ صابي مويا. آه. إن شاء الله. تعال خلينا جنبك أستاذ. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير إن شاء الله. والله شخبارك؟ الله يسلمك الله يخليك. شو العيد وياك؟ والله الحمد لله خير من الله. شنو زعلان منك؟ وين أنت؟ مين زعلان؟ يا أخي على الكباب نقلع عزمنا ما يعزمنا. أنت شو الأجواء عيد وياك؟ والله الحمد لله أشكر خير من الله. شوف العام شو؟ والله لي سما ما عاد أحد، الله شاهد. يعني هاي طلعت من بيت انقلبت بالدراجة. لا يا رب. الحمد لله أشكري ما معيد والله. وصلت العيد بشكل عام شلون؟ طقوس مو نجي نلعب عمي يعني نفطر هيك بالسيارة عندنا فرتين ونرجع البيت. ماكو غير هاي الطقوس. ربي يحفظك يا شيخ. حبيبي حبيبي. انت بخير. سلام. هسه ننتقل لحل الأشخاص النادر. طبعا أجواء جميلة، أجواء العيد، أجواء كلش حلوة. خلينا ننتقل لحل الأشخاص النادر. السلام عليكم. كل عام وأنت بخير. أنت بخير إن شاء الله. شلون صحتك؟ الله يسلمك شلونك؟ أيامك سعيدة. أيامك وأيامك إن شاء الله. شلون أجواء العيد وياك؟ والله جنة العيد. أمن وأمان الحمد لله وشكرا. موجود كوكيد. الله يسلمك. وين من عيد بعد السباق عيد؟ أنا والله من ديالة. فطار هنا جاي. شلون شفت الأجواء اليوم؟ بغداد. والله بغداد أمن وأمان الحمد لله. يعني أمان أمان. طلع أهلك اليوم؟ والله إيه والله أهلي رضيت. طقوسك من عيد شنو هي طقوس مالتك خاصة؟ والله أول يوم تدري بالبيت ملتمين بالأقرباء والقرايب. شخص زعلان عليك صالحتي؟ اي والله صالحتي؟ اي صالحتي صالحت؟ الحمد لله والشكر الحمد لله. هذا العيد عن عيد السابق؟ والله يعني الحمد لله يعني سنة على سنة أمان والوضع زين والحمد لله الأمور ماشية. شو تفعل زعلان عليك صالحة؟ والله هو كان هذا زعلان علي وذاك العيد ما رهمت العيد الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. كل عام انت بألف خير. وانت بألف خير قمري خزيز يا عمر. ما زلنا مستمرين. سلام عليكم. انت بخير. انت بألف خير. شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. شو قاعد هالقعده؟ والله شو تسوي؟ شلون اجواء العيد وياك؟ والله هاي اجواء العيد معروفه خاصه بالاعظميه يعني العوائل تطلع والمنتزهات والجوامع واللي يرجع من المقبره. عندك اشخاص حتى عائدتهم لو بعدك؟ شلون لا انا اول ما اروح على امي. الله يعطيها الصحه والعافيه. يسلمك الله. شلون اجواء العيد وياك؟ والله اجواء يعني هاي انت تشوف قدامك وبعد العالم اليوم ثاني يوم العيد. بعد الزخم فت ساعة بشكل عام شنو هي طقوس كل سنة؟ طقوس معلومة يعني صلاة الفجر العالم تصليها بعدين يصلون صلاة العيد يروحون للمقبر للمقابر وواحد يعيد الأخ والعوائل تطلع واحد يعني أول يوم العيد تظل قاعد بالبيت يجوك أهلك الأقارب الصغار تعطيهم عيديات وهاي من هالسنة وعطت عيدية؟ وعطت عيدية؟ الله أعلم. لا شو عندك شخص زعلان عليك صالحته؟ تحب شخص الصالحة؟ والله هي هاي إذا أي واحد إذا متخاصم لازم يصالح يعني مو فش. عندك شخص؟ الحمد لله ما عندي. الحمد لله أشكر الله أشكر الله يسلمك. ربي يحفظك. بقلبي. طبعاً جولتنا جميلة، جولة كلش رائعة طبعاً العظمية هي خير وبركة، أهلنا وناسنا طبعاً. طبعاً في الختام تقبلوا تحياتي، كنت معكم فاضي خفاجي وتحيات كادر العمل.